السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر أبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: الملك: العلاقات مع الهند استراتيجية تعاون مشترك في مكافحة كورونا. السفير المصري يشيد بالرعاية السامية للجالية المصرية في مملكة البحرين. تعاون بين الأعلى للمرأة والعدل لتقديم خدمات التوفيق الأسري الإلكترونية. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليوم: ولي العهد: البحرين الحضن الآمن للجميع دون تفريق. وكيل الخارجية: تم إجلاء أكثر من 2200 مواطن من المتواجدين في الخارج. طبيب بحريني بأمريكا: ولي العهد حرص على التواجد في الصفوف الأمامية. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت في أولى صفحاتها: أكاديميون: توجيهات ولي العهد جعلت المملكة في وضع مستقر. عقاريون لصحيفة الوطن: كورونا يخفض الإيجارات السكنية 30%. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت: فعاليات: الاحتفال بيوم الضمير تقدير واسع لرؤى سمو رئيس الوزراء. مجلس الوزراء: خفض أجور المناولة للمواد السائبة 20%. 460 مليون دينار موجودة بصندوق التحطل. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله تلقى اتصالا هاتفيا يوم أمس من رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، جرى خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، إذ أكد جلالة الملك المفدى أيده الله أن مملكة البحرين تقدم كل الدعم والرعاية لكل المواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم. ومن صحيفة البلاد نطالع أن مجلس الوزراء وجه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي عن خالص الشكر للكوادر والطواقم الطبية والتمريضية التي تقف بشجاعة في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة الكورونا. بيّنت صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد خلال زيارته لغرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أكد أن مصدر القوة لتحقيق التميز والنجاح لمملكة البحرين في معركتها لمواجهة فيروس كورونا هو وعي المجتمع البحريني بأهمية اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية. نقرأ من صحيفة الأيام أن وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أكدت أن عدد من تم إجلاؤهم بلغ أكثر من 2200 مواطن بحريني حتى يوم أمس، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للتواصل مع مواطني مملكة البحرين في الخارج والعمل على حصر أعدادهم تحضيرا لوضع الخطط اللازمة لإجلائهم إلى مملكة البحرين.
نشرت صحيفة البلاد تصريحاً لوزير شؤون الإعلام علي الرميحي بمناسبة يوم الصحة العالمي، أكد على الدور الوطني والجهود المخلصة التي يتولى الكادر الصحي على بذلها لمواجهة خطر فيروس كورونا وتكامل هذه الجهود في التصدي لهذا الخطر العالمي. نشرت صحيفة البلاد مقالاً للكاتب أسامة الماجد بعنوان شكراً للإعلام البحريني للنهوض بهذا العبء والمسؤولية، فإلى سطور هذا المقال. تحية تقدير وإجلال للإعلام البحريني الذي سار على قواعد متينة من التنظيم والتنسيق والشمول والتجاوب السريع مع الحدث والأوضاع الجديدة في المجتمع بفعل تداعيات فيروس كورونا، حيث حقق رسالته على الوجه الأكمل وسار وفق خطط مدروسة على أسس علمية وميدانية. تلفزيون البحرين قام مشكورا برفع مستوى العمل وبذل الكثير في مجال تنظيم جيوشه من المذيعين والمعدين والفنيين، وكان مع الحدث أولا بأول، وكل خبر عن كورونا كان يعتبره من المهام العاجلة التي ينبغي أن يطلع عليها المواطن والمقيم، كما أنه عمل إلى أبعد الحدود بالشراكة والتعاون والتضامن مع مختلف الجهات المعنية، ما ساعد على قوة التوجيه وعمق المعرفة لدى المواطن. صحيفة الأيام أظهرت بيانات حديثة على موقع وزارة الصحة مساء يوم أمس لتسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 294 حالة، معلنة عن تسجيل 31 حالة قائمة إضافية تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلمباد. لفتت صحيفة الأيام أن عدداً من المواطنين قاموا بتشكيل فرق مجتمعية داعمة للحملات الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، وجاء من بينها مبادرة عدد من شباب منطقة كرزكان بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتدريب على عمليات التعقيم الميداني. تناولت صحيفة أخبار الخليج أن السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة أشاد بالرعاية السامية للجالية المصرية الشقيقة بالمملكة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها مملكة البحرين لحماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضها لمكافحة انتشار فيروس كورونا. بقلم الكاتب هشام الزياني نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان ما بعد كورونا ليس كما قبله، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. ما بعد جائحة كورونا ليس كما قبلها، هذا ينطبق على كل جوانب الحياة على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، فكل شيء اليوم يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تصور. هناك أمور ينبغي أن تعالج وأولويات يجب أن ترتب. ما بعد كورونا يحتاج إلى مراجعة سياسات ربما تكون قائمة أو أنه سيتم تنفيذها قريباً. ما بعد كورونا يحتاج إلى إعادة النظر في حجم القوى العاملة في القطاع العام. ما بعد كورونا يحتاج إلى أن تقدم الدولة دفعة أكبر للحكومة الإلكترونية. ما بعد كورونا أظهر لنا الحاجة إلى الكوادر الطبية الوطنية المدربة وأن تعطى أفضل الرواتب
والمميزات كذلك للمدرسين والمدرسات. ما بعد كورونا أظهر لنا بشكل أكبر وأوضح كم نحن في حاجة إلى تنمية القطاعات الحيوية، القطاع الحيواني والزراعي، وأن تتوجه الدولة بقوة إلى تخصيص ميزانيات وأراض من أجل أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من هذه القطاعات، ولا نبقى كدولة نعتمد على الاستيراد. نقرأ من صحيفة البلاد أن الفرق الطبية بمساعدة الإدارة العامة للدفاع المدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع والمتطوعين واصلت زيارتها الميدانية لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة لعدد من مناطق مملكة البحرين بهدف تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وحدة الفحص العشوائي رصدت خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها وزارة الصحة بإصابة عامل أسيوي من الجنسية البنغلاديشية بفيروس كورونا، حيث أكدت الفحوصات المختبرية عن نقله العدوى إلى آخرين. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن نقابات عمالية أثنت على سرعة تحركات حكومة مملكة البحرين في العمل الجاد على احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا على المجتمع البحريني، مشيدين بجهود الحكومة في المحافظة على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. صحيفة أخبار الخليج تناولت أن الاتحاد النسائي البحريني وبالتعاون مع عدد من الأطباء يقوم بتنظيم استشارات طبية على الأونلاين والواتساب بعنوان نحن معك، وذلك في إطار الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المدنية والمؤسسات الرسمية والأهلية للقضاء على فيروس كورونا والحد من انتشاره. بقلم الكاتبة سوسن الشاعر نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان الوطن الأمن والقانون والصحة، فإلى أبرز ما جاء في سطور هذا المقال. بفضل منظومتنا الأمنية والقانونية تمكنت الأجهزة الصحية في البحرين من تنفيذ الإجراءات والاحترازات اللازمة لمكافحة الوباء دون إرباك للوضع الصحي ولا للوضع الأمني، وهذه حاجة وضرورة ملحة في مراحل الطوارئ بشكل عام، حيث يصاب الناس بالهلع ونفتقد الانضباط. رأينا كيف انهارت المنظومة الأمنية في مدن متقدمة وعصرية وفي مجتمعات طالما تغنت بانضباطها والتزامها بالقانون. رأينا كيف ارتبكت المؤسسات الصحية وعجزت الدولة عن تطبيق الاحترازات والإجراءات على الجموع نتيجة لانفلات العيار الأمني في مدن كثيرة، والنتيجة لسقوط صورة التحضر والرقي الزائف. هذه الحالة تظهر لسببين، وهما ضعف المنظومة الأمنية وسلوكيات المجتمع غير المنضبطة، وإذا توافر لديك الاثنان، مجتمع منضبط ذاتيا ومنظومة أمنية محكمة، فأنت في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، آمن في بيتك وفي مقر عملك وفي الشارع وفي محلات البيع والشراء. فأن يكون لديك مؤسسة أمنية بقطاعاتها المختلفة من مرور إلى دفاع مدني إلى شرطة مجتمع إلى أقسام ومراكز حجز إلى مؤسسات تأهيل وإصلاح تقوم بمهامها المعتادة، ثم تقوم إضافة لذلك بكل ما يقتضيه الظرف الطارئ في ذات الوقت، فأنت إذن أمام مؤسسة أمنية تستحق الإشادة والشكر.
نشرت صحيفة الوطن في إحدى صفحاتها أنه في بادرة تهدف لمكافحة الشائعات على السوشيال ميديا، قام موقع التواصل الاجتماعي الشهير الانستغرام بدعوة مرتاديه الباحثين عن معلومات عن جائحة كورونا لأخذ المعلومات من وزارة الصحة بمجرد وضع هاشتاغ كورونا. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.